إخوان أحد مبارك، اللي ما فهمناش الناس كانوا مشوشين عليا اللي ما تيشوفونيش في البار، لكن أخي داكشي خارج على اسمو على يدينا. ما إحنا جاتنا التعليمات من عند فيق من عند المغربي والمراكي، جاهم التعليمات قال لهم ما تبقاوش في البار، انتو ديو معاكم داك اللورد ابي تو ديو معاكم غبروا، لان الناس ولات تقتل عباد الله بعضياتهم، شي تقتل شي، لان دابا هذه البدايه ديال الديكتاتوريه او السيبه. الناس يقولوا تمازيغ ما تمازيغ، ها هما الشلوح دابا حاكمين علينا تولتين مع داك الحزب استغلال، دابا حاكمين علينا هادو الشلوح. الشلوح دابا حكموا علينا، ودابا داك الناس الناس يقولوا دوك الجمهوريين، ايوا دابا نقول لكم علاش تكلموا، هما الشلوح حاكمين، الناس صوتوا عليهم باش يحكموا علينا الشلوح الامازيغ. ايوا حنا دابا تلقاونا دابا تولي عندنا الديكتاتورية اللي دابا يرعف، فهمتي؟ ايوا ها نتوما كنتو تقلبوا نتوما، ايوا هادشي ولا تيخلع، ماشي دراكيلا لا، هادشي ديال هادو، هادو كتر من دراكيلا، هادو الأحزاب العصارى والدسارى وهذا الأحرار، غير سون بيتي، عرفتي بدوها بانت، واحد خلي يتكلم معاهم، لأنهم هما المؤسسة، السلطات. دابا مابقاوش عندنا غير السلطان، دابا عندنا السلطات، السلطات هما دابا السلطات هما تيقرروا باش في الانتخابات تيجيبوا الصنادق كيما كان يديروا بكري في عهد الفقير. قلت لكم هاد الفيلم، عاودتو لكم هاد الفيلم، وغنعاود لكم دابا باش الناس اللي مسمعوش ديك السيمانه الجايه يسمعوا السيمانه اللي فاتت. فهمتني كيفاش غادي؟ انا نقول لكم بان الانتخابات كانت مزوره، لان حنا ما عندنا والو، فهمتني؟ ما عندنا والو، المؤسسة باغية هذا باغية هادو هادو، كانو حاكمين علينا اليهود الصهاينة المسلمين، استعملوا الإسلام باش شدو الحكم 10 سنين، هما مشاو خرجوا زيرو، بقاو فيهم 12، الله يلقيهم إن شاء الله، مشي مرض، فهمتي؟ هادو 12 يبقاو ولا 13، فهمتي؟ هما مشاو، دابا جانا هادو اليهود الصهاينة. هما شنو دابا هادو هما الأخنوش، الأخنوش راه فهمتي، ما فيها عبرة، يهودي غير تو مع الخوف، مع كانوا العرب زاغين كلشي دخل الإسلام صحة، فهمتي؟ دابا هما حاكمين هنا، بشوية بشوية تخلصو منا، قالك غادي يعطينا 1000، هاديك 1000 مبقاش يبدو ضربو على الماس، لا حنا بغينا هاد الحكومة، هاد الحكومة إلا كانت نازية كيما قلت لكم الشهر الجاي. هاد الحكومة خصها تنوض وتسقسينا حنايا، أنا ما داكشي بعيد عليا، ماشي بعيد، اللي ما عنديش الحق باش نصوت، نقدر نصوت وما صا، ولكن باش ندير الورقة في هذاك الصندوق ما عندناش الحق، لأن ما عطيناش الحق، هما في المغرب ما عطيناش الحق، دابا هما دابا كانوا نزهاء يقولوا يسألونا ويطلبونا واش باغين نحيدوا هاد الزيادة ديال هاد القحاب اللي في البرلمان، لأن هاد البرلمان
ما عندناش الناس قاريه بزاف اللي غادي تبدل القوانين وتشرع بحال دابا. هاد القوانين اللي تحكموا عليهم هاد القدات اللي تخرجوا من مدرسه القدات والو، انا قلت بحال الروبو، عندهم الكتاب تيبدا يقرا ملي يحكم تيبدا عنده الحكم، بحال دابا بغا شي جريمه بحال جريمه المال تيدير فيها اللي عجبو، يقدر يعطيه 10 سنين موقفه. ولكن مشيتي قدام هذاك اسمه هذاك ديال الديانه، داك القصيور، مشيت قدام توفيق وكان سكران، تعيط للمخزن تيشدوك سيتوك بعامين، والحاكم تيحكم عليك بالسورسي، ولكن انت مازال غادي في الطريق، وتيمشيو هما شي محكم يقول لك ديال الاستئناف، وتيستانفو وتيرجعو لك عامين الحبس. ايوا شوف دابا كاين الناس، دابا كاين الناس اللي تسناو في الاحكام ديالهم بحال هذاك العقار دارنا وداركم هادشي، دابا تقريبا عامين وما خدو والو، وعمرهم ما ياخذوا شي قلبه. اقول لك لانهم جهلاء، جو نهار كنت نقول لهم ما تحطوش فلوسكم في المغرب، با بارتيغ شينو ماروك اون باي انفيستي، وهذا بولشيت، بركوا عليه ها انتم، بركوا عليه، تصنتوا لي العضراوي. العضراوي شاد دار تما، شاد دار هاه، شتي مدينه فيها لافان مع ديك الشانطي طويل، مش دار ما يمشيش يشري في المغرب، لانهم طور تيقول لكم قال لكم سيروا شرو في المغرب، هو شرا في هذا. ايوا ماشي مزيانه، ها هو لانه المصلحه العامه، يمشي هو المغرب باش يدير شي مغرب، ما يقدرش يمشي بالكاميو هي الطريق بعيده. ما عدا اللي دار واحد الغار كيما داروا لنا دابا حنا بين الانجليز، وهذا ديال اكبر خط ديال هادشي ديال هادشي ديال هادشي ديال هادشي بين الانجليز والمغرب. داروها والجزائر، قال لك اسيدي مشو عندك اسمو هذاك هذاك الماكرو، ماكرو لا ماشي داك السوبر مارشي لا، لكن هذا واحد ماكرو بحال ماكرون بحال ماكرون بحال هذاك الرئيس هذاك اللي مجوج مع امو. معليش هذاك اسيدي مشو عندو قال لي الطبون، دابا الطبون مسمى يدير شكون يدير مشى عند ماكرو قال لي خصك تعترف ب تستحضر على مليون ونص، كانت مليون دابا رجعوا مليون ديال الشهداء اللي مات، هما ماشي هما اللي ماتوا، راه هما اللي قتلوا بعضياتهم. كنقولوا لها مليون دابا من لحقنا اش بنلعب حنايا 2021، من لحقنا 21 رجعوا مليون ونص. وهو هذاك الطبون علاش ما ينوضش ويطلب العذر من عند الجزائريين اللي قتلوا فيهم مليون، ملي كان ديك القحبه ديال اسمو هذاك اللي قراهم قال لهم المغرب عادوا هذاك بوم ديال هذاك الفاسد هذاك، والله حرام كب 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 الروج كبوا في البحر، مزقنا لا حوت لا جوج. هذاك قتل مليون ديال الجزائريين، اخوتنا الجزائريين انتم هادو هادو، علاش ما يقولوا لنا خصنا نصعدوا يعطيكم الكومبنسيشن، يعطيكم التعويضات، مشوا عند فرنسا، هاي تتعلقوا مع فرنسا، فرنسا غادي تحيدكم من البيوت وتشيدوا تفرقوا تولي مدن، مدن والمدن الاولانيه اللي غادي هذه هي القبائل، القبائل الجمهوريين المغاربه عبر العالم، حتى واحد فيهم ما قدر يتكلم على القبائل، يقول القبائل نعترفوا بها كدوله مستقله، هادو شنو هادو الجمهوريين، لا الجمهوريين ما عندي ما بيني وبينهم والو غير الخير والاحسان، ولكن ما يبقاوش يهمقوا علينا، إلا كنتوا اعترفوا بالجمهوريه القبائليه ديال القبائله. تعرفوا إذا كنتوا مش جمهوريين ما تعرفوا بها الأولى، أنا مالك ما تقولوا لي، أنا واحد القحبة تقول لها زنزن قالت لهم بأنني أنا وديك مولا عندنا علاقات ما علاقات حبية، هي عايشة في الصحراء الأمريكانية وأنا عايش هنايا في الجردة الإنجليزية كاردن في إنجلاند كانت، إيوا هذه زنزن هذه باش تعرفها عندها تكذب، وقالت لهم حنا سيباراتي، أنا سيباراتي أنا هنايا وهي في امريكا وهي سيباراتيست، وزيدوا لنا ماشي خير من لها، انا اقول لهم من الاول انا يا عنصري انفصالي منفصل، الدار البيضاء للبيضاويين، قلت لها لا دير لك البيضاويين، انا قلت لهم غندير الحد، الحد ديال المهمل ديال اسمك الدوله ديال حد السوال، من كبير جديد من تما ندور الحد وندور ندور 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 نلحق المزاب ولا نفرج وداك الشيء ونطلع لحد الفوسات، كاين عندنا الفوسات تما الفوسفات والبترول، ما نقول حتى شي واحد اللي سمعونا، واحد ما قالوش لهم هذاك عندنا البترول اكادير، حتى قال لي واحد الانجليزي هذه واحد
خمس سنين باش نقول اي حاجه ديال بيتوك وحنا حاسقين. هذه قاعده المغاربه ديما ديما حاسق ومريح ليا مريح ليا في القهوه تيشرب قهوه حلوه ولا في البار وعندو التليفون تيسوى 1500 ديكو بيدنا حاسق. هذه قاعده المغاربه علموها لينا هادو اللي تحكموا هي ما تيقولوش لاش واقع ما تيديروش لينا شي برنامج في ديك الاذاعه يعني ديك العريشي يشد هذه 20 عام يقولوش يديروا لنا برنامج شوفوا عندنا البترول ها كيفاش نخرجوا وها الناس في تخدموا ها الناس في تنعسوا هادو هادو كيف تيديروا لنا في الدول المتقدمه بحال حنا فهمتي كيفاش قال لا هنا ما تيقولوش تيبين لك ديك البراش انا عندها ديك البراش اللي مقحط عليها تنطيرهم هذاك فين كنتي وفين وليتي ولا هذاك هذاك لا الاخر هذاك اسمه هذاك اسمه هذاك مول المكانه رشيد شو هذاك اللي بقيت دار لي مع مول الطيلات هذاك هذيك 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 النقافه النقافه ولا القواله ما بحال بحال دير لهم لا لا العروسه واش من لا لا كيف اللي الحقان لا 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 قولي مدي هذا بحال البرامج البرامج واخا داز زيا ما صافي ما بدل ولا كيمشي عندنا شي برنامج ثقافي باش انا نفهم ما قاريش قلت قاري كون راني في البرلمان ولكن ما قاريش كيف عليك قال لك نقول لك شاش حنا القوانين اللي عندنا ما تتبدل لا والو على حسب البيئه وعلى حسب التكنولوجيا انا كان واحد المره تصنت واحد وقيل الناصر ما نعرفش واحد محامي كان محامي يقول لي الملك الحسن الثاني ما عرفش كون جبد مع هذا مع هذا قال لي سي ما تلومش لي القضاة القضاة عندهم ديك القانون المشرع هو اللي خصو يبدل القانون ماشي القاضي مع ذلك كان شي بحال عندنا في 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 الهاي كورت بعض المرات تقول لي كرون جوج بعض المرات تي 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 شوف 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 تقول هذا القانون هذا ما نقدرش نحكم به وتحكم شي حاجه تتولي قانون جديد ماشي داروا المشرع داروا القضاة بحال شي هكا شي حاجه صعيبه ولكن تيشوف هادشي هادشي ماشي ديال اليوم تي تحكم بحال دابا حنا في المغرب تقول لي زامل اللي مشي هكا كيمشي عند القضاء القضاء باش يقضي عليك والقضاء تقول لك تقول لي زامل القاضي مكرر زامل تي ها بحال هاد الحكم هنا هادي قبل تلحق عند البوليس تقول سليب اوفر السلام عليك تي لا هذا مضيعين المحاكم مضيعين شوف ديك الجمعيه هاد القحاب كلهم غادي غادي اللجوء الى القضاء اللجوء الى القضاء وانت يقول لك القحبه دار شحال من مليون من 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 الفلوس ديال الماحية هادي هي وتقول لي غادي القضاء اش من القضاء ما كاين لا قضاء لا والو خص القوانين تبدل لان دوك المشرعين في البرلمانيين ما تعرفوا والو تعرفوا غير كان شي ارض ياخذوها ولا كان شي امبيلونس يستروها ولا كان شي مدرسه ياخذوا الكوميسيون عند البناي هادشي تعرفوا ما تعرفوش هذا يريحوا درسوا القانون يكونوا قارين على مستوى جامعي وعندهم داكشي ديال اللو ديال القانون قارين وداكشي يريحوا مره مرات يبدلوا القوانين كاين واحد اللجنه تريح هذا ولا 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 ما كانوش تيجيبوا شركات شركات ديال المحاماه سبيسياليزي في هادشي ويعاودوا لهم ايوا ايوا هما دابا كونوا غير يمشيو لفرنسا وما يمشيوش يعملوا الشوبين ويمشيو يتصلوا مع المشرع الفرنساوي هادو القانون اللي عندنا في المغرب راه فرنسا فرنسا بدلاتو على حسب التطور هذا وحنا المغرب قعدنا كشي وترجموا بالعربي وما عرفوا والو فهمتي كيفاش قضيه هذا دابا حنا هادشي اللي عندنا لان عندنا ولاد القحاب في المجالس البلديه عندنا ولاد القحاب في البرلمان ناقص 7% دائما ما تنساوش غادي نكتبها لكم هنا في الماكينه غادي تسمعي ندير لك ماينس 7% لان هذه ماينس 7% تمشي للمحكمه الى عندي محامي مزيان مع القاضي يقول لي ما قال لك والو واش انت من 7 ولا من 93 قول لنا اذا كنتي من 93 انت شفار ها ايوا سيدنا ما مكذبش ولكن في المغرب تيقول حق النضال درتي النضال اش من النضال هو النضال والو ويلا اش من النضال واش الناس تقول لهم واش الفقيه الفقيه اش ماشي الفقيه اللي كيدي الامام الامام تعطيه 1000 درهم 1000 درهم يشري بها 1000 درهم ما تشري حتى شي ليله ما كاملاش ليله ولا شي جوج تونيات في لاكوت اه دي 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 دي, دي. انا ايوا هو هذاك هذاك اسمه اسمه هذاك التوفيق عنده اغنى وزاره مشى في هذا هما اغنى من الكاثوليك شي البابا اللي كاين لها في هذيك اسمها الدوله ديال الباليتاليان الفاتيكان هذاك هذا هذا عندك هذا ديال الاذاعه اذاعات يعني واحد البورتفوليو ديال العقار دي زيموبل هذا باتي بلي زيموبل تشري وتبيع وتكري الاذاعه تكريل الاذاعه تقول لهم خصكم واحد البيرو ديروا فيه الامير لان راه واحد البيرو ديروا فيه التخريج واحد البيرو ديروا التخربيق واحد البيرو فين ديروا التحرش الجنسي على دوك صحاب طنجه قطرات الصحراء فيضانات هذوك ولا قرص
الدري ديال الطقس كحوم وكذا قلت دوزي مع داك الشيخ 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 شي حاجه نقول له ماشي قول شوف هذا ما خسر والو فهمتي انتم اللي تقولوا لي ولا نقول لكم انا ما انا داكشي بعيد عليكم غير انما دابا قال عندنا الديمقراطيه ما كاينش واش الديمقراطيه ما كاينش في الانجليز تقول لي انت كاين الديمقراطيه خلي من المطبخ ايوا شنو هي الديمقراطيه ما عندناش ديمقراطيه ما عندناش واش الاحزاب اي بيتحاموا يصوتوا فينا ولا القحا كلهم عندهم ديال مبادره كور فهمتي هذاك ديال الاستقلال هذاك استقلال ماشي استقلال الاخر ديال الهيمه قال لك صاحب الملك صاحب الملك يدير حزب والاخر شنو هو حتى هو صاحب الملك حتى هو دار الحزب ولكن رغم هاد الاحزاب هادو فهادو بدلوا الرؤساء ديالهم بدلوا مالك العصر ولا العصر بدلوا الرئيس ديالهم جوج مرات اسمه استغلال حتى هو شو الفاسي الفاسي الصباط ولا الشباط جابوا هذا مبارك الله تعالى بركته وجاو بعدا تيبدلوا الرؤساء الاحرار هو كان ذاك مزوار اللي زور المراقي وخدم صح مرتو في كحباش تخلص معليش تطلب الفرنساوي باش يخدموا لي بنته هكذا هو كان محيدوه هادي بعدا تيبدلوا وكان ذاك عثمان 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 اللي كان متزوج مع اخت الملك هذاك حتى هو كان تمات بلاتي ولكن بحال هذاك العنصر ما بغاش يحيد الشجر ما بغاش يحيد ساجد ما بغاش يحيد شكون هو الاخر ذاك اسمو داك البخور ولا البكور ولا الخرا هذاك حتى هو زيد عليهم واحد اخرين شنو هادو بالك جينا عند الرئيس اللي كلبو المعين اللي عينو مولانا الحق ديال مولانا شتي دابا مابقاش يقولو امير المؤمنين مولانا باش عرفو كذاب الحسن كابا اسيدي علاش يترشح يمشي عندهم سيب لي هذا تكس ميساج كونغراتوليشن ولا هذا وصافي وقول لي الا خصك الا خصنا حنا نعاونوك هما غادي تيتصور زعما كيجيو تيباركو ليه بحال شي واحد مشى للحج ومشى هو قلب الهونغ كونغ مشى يزني وتيجي يقول كذب الحج وما كان لا الحج لا والو تيمشي لك هونغ كونغ ولا تايلاند تمشي لتايلاند ولا تيشري البخور حتى لك فيهم مسلمين تيشري لك البخور ولا الحرمه ولا كشي تيجيبو معاهم تقول لك انا كنت في 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 الحج وما كان لا حج لا والو كنت تما تعمل المساج هادو 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 واش تدي كل عام غادي ها غادي العمره غادي الحج غادي العمره ولا تمشي بوحدك وما تمشيش معاك تمك ما تديهاش معاك ايوا الحاج ما حاجه والو حاج ولا الحاج الفساد فهمتي هذو قبل الحجاج هما حيدو ديال محمد ما خص الحاج الاول اللي بغا الحاج يمشي لاس فيغاس يقمر شويه انا ارتاح يا سي الاخت منى دابا حنا قلنا لك هذيك اللي تقول قالت لهم حقا منى مسميه القناه ديالها منى ليزا منى ماشي سميتها قال انا سميتها كانت هي منى ونزلت لها ليزا انا لا يقول لها منى انا اللي سميت القناه منى ليزا حيت كان هي اللي تقول منى وانا قلت لها منى تخيل نقول لها منى ليزا تسقط منى ليزا ماشي ديك اللي ما تتحركش لا لا هذاك الطابلو خصك ما شحال من مليون تشري هذاك تقول لها منى ليزا ولا الاغنيه ديال ديال اسمو هذاك كول شي حاجه كول لك الكحل منى ليزا فلهذا ما نطولش عليكم قلنا 21 دقيقه وما قلنا والو ايوا دابا نوريكم بعد ماذا يقع في مغربكم انتم نوريكم كيفاش كان ها انتم باش ما تقولوش انا نكذب انا ما نكذبش وعمري ما نكذب فهمتي الناس قالوا الناس انا ما كايناش فهمتي فين كاينه لكن هنا هي وقيله هاد الايه انا فاهم بالي هي فينا هي شوف 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 المنظر هايا جيبوا لي باش نشوف فين تحكي شوف نعطيك ربع هو 10 هاك شوف ها كارك مصطفى ربع العلبة
هذا بلا هاتو ما شتيها هاتي هاتي هادو هما اللي غادي يحكموا علينا وتقول الناس مالك بينه وبينهم ما بيني بينهم ولا انا ولكن انا بعدا نقول لكم انا كامبو لانني تنتكلم معكم نتوما نتوما قد نكون كوان علاش فلهذا في كنا كنا هنايا في البار تشوف يا بها حنايا البرلمانيين خصهم نجرعو عليهم نديوهم الواتشرات الواتشرات تما نديوهم ندخلوهم الاتلانتيك نقول لهم تشوفوا البلاتفورم ديال البترول نحوم تما نقول لهم عوموا لان ما داروا والو ما تيشرعوا قول لي شي قانون اللي كان عندنا قديم وبدلوه هاد المشرعين ما حد ما قارينش داك شي حاجه يبيع الاصباط شي يبيع شي فيرما ولا مشى عند خنوش باش يدور معاه ولا عطى شي فيرما ديال البصله فهمتي هادشي اللي باه هادو هما القحم ولا يبيعوا شي قريبه ولا يتراميو على شي ارض فلاحيه هادشي اللي كاين ما يعرفوش هما ريحوا نبدلوا القانون هذا القانون ديال الصحافه نبدلوه القانون ديال الفيسبوك نجدوه ولا نديروا واحد لا لا ما قاريينش ما قاريينش ما قاريينش قال حق هذا لا وقتها واخا يكون القاري عندهم شواهد مزوره نقول لك انا ماشي سوقي ما قاريش انا فهمتي المروكي كانوا بيدخلوا المغرب هاد الايامات ساعة هذا كفر عليه هذاك اسمه هذاك مغربي ناعس تكلم مع شي واحد ناعس في هذيك الدولة قال لي ما تبقاش خليها غنعس عليها يوم ينفق صيفطوا لي واحد شي حاجة ما عرفتش شي داكشي ديال امك ما عرفتش يعني صيفطوا لي وبان لي فرحان وعمر لي مسكين بيرة بفلوسي مانيش فاش كنا غنرجعوا لنعناتي باش نقولكم عطيني نقولكم واحد الخطا ديال هذا هادو الجزائريين شوف باش غادي تكلموا عليهم ديك واحد الجريده ديال البالي فرونسي بلا نشوف absolument tragique. Oui, et la presse et les réseaux sociaux s'en font particulièrement l'écho. Ils sont plus de 3 millions à percevoir une pension de retraite et presque autant à avoir du mal à récupérer cet argent. On a vu des scènes absolument sidérantes de ces plus généreux s'agglutiner et même se ruer vers les bureaux de poste pour espérer pouvoir percevoir leur allocation de retraite. Ça, c'était à la fin du mois d'août. Il y a également deux images qui sont très éloquentes. Celle d'un vieux monsieur qui n'a pas hésité à escalader, on voit là encore les grilles d'un bureau de poste et dans la ville de Tiaret après des jours de retard de versement. Vous parliez de l'humour algérien, il a été surnommé Batman sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus tragique, là c'était à Tlemcen. Un retraité a été roué de coups par la police. Il manifestait sa colère, encore une fois, contre le retard accumulé du versement de sa pension. Alors, le gouvernement a expliqué que ces retards-là, qui étaient très nombreux, étaient dus à la crise sanitaire et au manque d'effectifs. Mais d'après les associations, c'est tout simplement dû à un problème de trésorerie. On n'a pas les liquidités pour payer ces hommes et ces femmes. Mais cette situation a été jugée d'autant plus scandaleuse et injuste que d'autres retraités, eux, sont encore bien choyés par le gouvernement. Il y a un mois, il y a des citoyens et des universitaires qui ont lancé une pétition qui appelle à annuler le régime spécial de retraite dont bénéficient des cadres supérieurs de l'État et de l'armée. Et là, pour le coup, eux, leur bien sur leur compte. Myriam Amelal, on peut ajouter à ça le chômage, la dégradation du pouvoir d'achat, des conditions de vie. Il y a une bombe sociale qui risque d'exploser quand on voit ces images-là qui sont tout simplement écœurantes quand on voit ces vieilles personnes comme ça dans cette situation. Absolument. Il n'y a pas que les personnes âgées. Il y a eu aussi des jeunes qui ne pouvaient pas percevoir leur salaire, hein, des médecins d'ailleurs, qui travaillent durement dans les hôpitaux, qui ne pouvaient pas percevoir leur salaire et qui ont du mal à joindre les deux bouts. La situation économique est désastreuse et ça, on le sait depuis le début du Chirac. D'ailleurs, c'était déjà le cas, ça commençait déjà. La crise sanitaire a un petit peu figé les choses, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il a créé un manque absolu de transparence. Hein. On ne dit pas où on est la rampe pétrolière. Absolument pas. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Hein. C'était le cas il y a quelques années à l'époque Bouteflika parce que le prix du baril était très élevé, mais
arrive, eh bien, il n'y a plus d'argent. C'est voilà, c'est pas plus. هانتوما باش عارف هادو ديال الجزائر وديال المغرب بحال بعض، جنس واحد فهمتي. هانتوما شوف ما عندهمش الفلوس، الفلوس هو دابا عندهم الفلوس ديال البترول اللي تبيعوا لإسرائيل، ولكن دوك الفلوس يبقاو في إسرائيل فهمتي، ما تجيش حتى إسرائيل ما تخلص تخليها عندها، فهمتي. يجيبوها شنين هادو تيخرجوها للدول الأخرى، تيجي كيما ايوا هادو هادو كل الشفار، هادو نورث افريكا هذا الله يخليها سلعة. اه دي الشفار هذا، راه ماشي احنا المغرب، الشعب الجزائري نوض. ولكن بعد ما تنساوش راه هذا هو السلاح الوحيد اللي غادي يخلصنا من هذا، من هاد الزبل اللي عندنا. هادو انتم عندكم العسكريه وحنا عندنا مولين شكاره، هاد الزبل هادو خصنا نحيدوهم دين. لكن صاحب الملك ولا صاحب البريزيدون كلشي واحد القحاف مدي، خصهم هذا يعطيونا هذا. هو دابا بحال دابا حنايا نطلبوا باش نقصوا، قال لك نقصوا لهم درهم في البيره، لا بغينا نقصوا 5 دراهم في البيره، وبغينا الناس ديال الاعضاء ديالنا منين يكونوا منين يبغي يتزوجوا عطيهم دار، لان الواحد يجي سكران تيجي يتعرى تيبغي ينعس مع مرته، تلقى واحد البروسيف مريح في القبض، امه ولا نسيبته ولا شي حاجه، ما تيتبرعش في مرته وهي ما تتبرعش فيه، وما تيمساك ما تيديروا والو فهمتي. فلهذا بغينا الاعضاء ديالنا وجميع المغاربه، وخاصه الاعضاء ديالنا تيخلصوا الضرائب كثيره، هما اللي تيخلصوا الضرائب ديال باش انت تمشي لبنما تحط فيها هادو. دابا خصنا يعطينا السكن الاعضاء السكيريه فهمتي، غير كيف يتزوج انا نقول يلاه سمحي بمك سمحي لي تمشي مع الدار ديالو، هو الدار ما فيها حتى شي واحد، ما كاين لا ضيف لا والو، باش يتعرى ويمارسوا الجنس طبيعي. هذيك كيفاش غادي هذا ماشي هذا خصنا هذا ماشي غير جميع المغاربه كاع اللي جون كوبل هذا خصهم يعطيوهم السكن باش يبعدوا ويبقى ساكن مع عائلتهم، ما يقدر ينكاح ما يقدر يتعرى ما يقدر حتى شي حاجه فهمتي. ايوا شنو هذا؟ لا ما كاين هذا. كيف يتزوجوا يكون عندهم السكن مضمون لهم بوحدهم، ويكونوا ذوك الحيوطه انسيليتد فهمتي، باش ما يسمعوكش الجيران، كون تغوت هي تغوت ما يسمعوكمش، وما يكونش اسمو ما كاينش هذاك، ما ديرش لا موسيقى فوق لا موزيك، خصك تجيب كاربيت باش ملي تكون تمشي وتجي ما تسمعش غز والاخر تحت هذي يسمعك. لان هذا هو الصداع ديال الجيران، هادشي كلشي خص هادي كلشي في البرنامج ديالنا. في البرنامج ديالنا ملي غنشدو الحكم امتى وشكون اللي عارف، ملي يقول صحي على دولة اخوان. الناس طلبوا لي بغوني نصيف لهم الفاكتورات ديال التران، اخويا نصيفهم لكم، انا قلت لكم انا راني نزيه راه ما تنخذ لكم والو فهمتي. ها انت نمشي نترزق على الله، هذا بعدا ياك شتي نمشي نبين لكم الناس الشراف اللي باقي ناشط يشطحوا ويغنيو وكل شيء، ماشي بحالنا حنايا باقي لعبد الضامه تيتسنى في الموت يقتلوهم، حنايا تنقتلوا الشراف ديالنا. اما الشراف عندنا في الدوله تلقاهم في البار تيغنيو هذا وهذا، شفتوا ديك الفيديو عملت لكم من دوفر، قالوا واحد قريب من بلجيكا وقريب من فرنسا، علاش؟ فلهذا هذاك المحل هذاك فهمتي شتي، كل جمعه وسركينه ولحد بالنهار تيجوا دي جروب تيجيو معهم صحابهم، تعقلوا على الايام بكري وتيجوا شفتوا ملي ايوا حنا في المغرب عندنا شي حاجه والو، الفنانان تيموتو والو، انا حقا انا غادي ما ندير ماك ما دير والو، من حد العرايش شاد الاذاعه روح تقولوا انا قولها وعيدها، واللي بغى يعمل بيا دعوه قضائيه ولا اللي بغى يعمل شي حاجه يعملها اكيو نتحاكموا في 71 عام عمرو. انا تنقول لكم الاخوان بقيتوا في هذا المحل، انا نمشيو دابا حنا قلنا ديك زنزن دابا باش نخرج معك الكلام الساقط ولا الناجح، والله يطبر امكم ومتفقينا انا ندير امك خارج لك الله يعين دين بابك مدي. انا نقول لك بلي باش عيالك تحترم النساء، ولكن اللي ما احترمتيش نفسك حنا ما نحترموش دين امك، راح تقولي مدي ما تجبد لي انا تقول لي انا ولا ما انا مدي. انا فري فرق عليك انت مولا مولا فرق عليك، ولا تخرج الدكتور كوتا تاعي من شيكاغو تحيا الدكتور، واش توصلتي بالكليه ولا مازال، والاخوان اللي في كندا توصلت بالكليه قولوا لي، لان اليمن عندنا ازمه ديال الشيفورات، ازمه البترول بانيك باتي باين المحجب الله يعمل لي واحد تقولي مغربي دايرين باريان ونحي داك اسمو قلب كوين حيتو، قلت المرا دوزي عمرنا سنزنا بحالنا يلا، ما كاينش ما عندناش المازوت كاين الليسونس عمرنا كاين واحد الناس كلشي بخلوها ما عندكش ليسونس طوموبيل باش تولي منين
كيفاش غادي هذا صافي لحقنا 33 دقيقة نمشي بحالك شي حاجة نتكلم عليها ها لكن والو صافي هذا راه هذيك الاسمنت ديال ديال الالمان هذيك ديال الالمان غادي يعلق عليها هذاك اسمه هذاك ديال الدري ديال برلين على انجيلا انجيلا ماركو هذيك مسكينة صافي دوزها 16 عام هي حاكمة مبارك عليها انت ولكن ديمقراطية انت هذا هذاك اسمه العذراوي مار نضرب مع شي واحد يقول لي ياسين انا العذراوي بدي حتى العذراوي عنده العديان انا ما خباري والو صاحب العذراوي دخل فوق راسو قالك هادو بدي بداهية قالك تعمل لك اسمه اسمه لك هذيك 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 بريم ديك 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 جال ديك اللصقه قلت تعمل اللصقه وتدي شاب في الروش واشتي دابا دابا انا ما نشربش في الروش انا نقول لك نشرب في الماء 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 الماحي الماء الحي واشتي ها ما يمكنش نقول لك نشرب في الروش تحيا سي العذراوي اما كنبقى لك سي العذراوي خليهم يقول لي بغا يقول هذا شكون يدار فيه واحد السؤال تعطيها لهم قول لهم انتم جمهوريين واش مستعدين تعترفوا بالجمهوريه القبائليه فهمتي هذيك الساعه ندخل معاهم في الحوار الله على كلمه حوار ملي والناس اللي ما عندوش التيشيرت شريوها انتم هذه التيشيرت ديال لورد ابي هاي شتوها هذه واحد يلبسها في الشتاء وفي الربيع عندي ولا في المغرب دايره بيجامه نعس بها ايوا ومن تكون غادي في الزنقه اللي بغيو يتابع لك من دور يقراو هذا الميساج خلاو لا قوم فهمتي هذا وجهو هذا شتي هذا هو التيت قال لي واحد دير بالكحل اخويا الكحل واش انا بريمارك جابوه الالفا 55 دابا الفا 55 غيديروا فيها بريمارك ايوا المغاربه ما يعرفوا لا اسمو بريمارك ولا الاخرى هذيك ديال الفورنيتشر ما يعرفوا والو انا كاينش القدره الشرائيه ما عندناش في المغرب والو بريمارك نمشيو نمشي للقريعة بريمارك خاص من القريعة هذه هذا اودعكم من هذا المنبر كان معكم اللورد ابي ساهي فإلى اللقاء دمتم على خير ما تنساش يا اخي المواطن ابوني سبسكرايب ان شاركوا فرقوا بارتاجي شير اعمل لايك واعمل ديسلايك واعمل ديك ام وكما القاعدة اللي هو القحبة بغيت سيناريها دي احنا ما عايشينش بأدسنس عايش فلوسنا التقاعد وما أدرك التقاعد وتيجينا في الوقت مش بحال الجزائر تيضربوا معصا احنا التقاعد يجيك في البنكة انت ناعس وتدخل لك مع جوج الصباح احنا في ختي تبول تلقى لك فلوسك جاو باش غادي توجد تمشي تسكر مع الصباح فلهذا اودعكم هنا كان معكم اللورد ابي ما تنساوش هذا انا غادي لكم ناخذ وراك وعاونك راك ملي تصدع يا كري يلاه الخاب هذه خولي الحمصه يور لاست اوردر ات بار بليز يور لاست اوردر انا باش الحوايج كلهم زايرين عليا دابا مع ضيع الكيلوات الحوايج تسد هذيك ما كتسدش حتى نقص بقيت ضاربيني بالعين الناس يقول لي انت غادي تموت وانا امتى غادي نموت واش انا عارف سقسي شي واحد يعرف عندكم شي واحد في الجنه يقول لي ولكن شي بلاصه اللور الافي باش يجي عندكم يقول لي انت غادي تموت واحد يدخل سكرك الموت بيد الله ماشي بيدك نتايا سير تتلامع العداله والاصاله وهذا شنو استغلال يعني هنايا شي حاجه هنا نشرب الماء ليديز اند جنتلمان فينيش يو درينك اند بيس اوف بليز والله في مراكي قف خلصتيني الشراب اللي شريتي لي ولا ما خلصتينيش ها تيخلص الاخر انت خلصي ما خلصيش اجي عرفت صرا قلت لكم على الحد الحد يعني فاش نخشيو في البنكه نخشيو الله يطول عمركم سمحوا لي طولت الفيديو لان مثلا ملي كنا نتكلم تجي الحلاوه وش قال الحلاوه انا نبقى نتكلم تنسى تبقى خربق وانا ديما خربق انا شوف الا بغيت شي حاجه اخرى ما تجيش عندي سير ديسير تكلم انا ما جيت عندي ما عندي انا غير
سير عندك اسمه، هذا اسمه هذاك اسمه بديل، بديل المداوي، سير عند المداوي يحل لك، وبعدك سير عندهم، سير عندك شوف دابا هذيك ديال اكادير هذاك رينا التوانجي كتبوا لي برا، قال لي بانك كنتي دوزتي الحبس ظلما ما عندكش الحق باش ترشح. تقريبا شي 60 برلماني محكومين بالحبس وعليهم هذا وهذا وهذا، كلهم ترشحوا في الانتخابات وخلاهم يترشحوا. اش من القانون؟ كاين القانون ديال الشلوح بوحدو ديال الاكادير، وكاين القانون ديال تقي بن صالح في شكل، وقانون ديال الشمال ديال كنا واحد الحسيمه كيفاش. ايوا هذا القانون خصو يطبق على كل شيء. ودابا هلفت نقول لكم القضاء فاسد، القضاء فاسد، كيفاش هذا ما خليتوش يترشح في الانتخابات؟ جبتوا لي قلتوا لي الحكم هذا، والاخرين هاد البرلمانيين اللي دوزوا الحبس ودوزوا هذا والاغتصاب وهذا والمال ديال الدوله والتزوير والو داو دوزوا لهم، دوزوا خليتهم يترشحوا في الانتخابات. ها شتي هنا فاش، هنا فاش تقول العداله النزيهه، ما كاين العداله النزيهه، لا تقولوا فاك يو، تشاو.